الله متتبعين شهوات شريفه، مرحبا بكم اليوم فيديو جديد ووصفه جديده. نتمنى ان شاء الله تلقاكم في احسن الاحوال واطيب الاوقات. وصفتنا اليوم بحول الله واحد الكاب كيك او ميني كيك، تيجي زوين، تيجي اقتصادي وسهل بالنسبه للوليدات الصغار. تعطيو لهم في الكوتي في طروبي الصباح، يديو معاهم ليكول. المهم ان شاء الله ندخلو في نتقلو المقادير وطريقه التحضير. عندنا هنايا بحول الله كاس سكر، كاس سكر العبار بكاس العنبه. عندنا هنايا كاس الزيت ما يكونش عامر، دائما العبار بكاس العنبه. عندنا كاس الحليب، عندنا جوج كيسان د الطحين الفورس، عندنا ثلاثه البيضات بدرجه حراره المطبخ، ثلاثه البيضات. عندنا حنا هنايا واحد ياغورت بالسكر بنكهه الفاني. عندنا جوج خمارات بقياس ديال 7 غرام يعني 14 غرام، وعندنا فاني وحده. عندنا هنايا هاد طريفات الشوكولا هادو اللي غادي يكونوا هما الحشوه اللي غنديروا بهم الحشو الداخل ديال لي مادلين. هاد الميني كيك هما الشوكولا طريفات. عندنا هنايا حامضه وحده، ليمونه حامضه مبشور ديال ليمونه حامضه وحده. عندنا بطبيعه الحال كالعاده قبصه ديال الملح هادو هما. وعندنا عفوا معلقه كبيره ديال الخل، هذا الخل الابيض ولا الخل اللي كان. وعندنا جوج معالق كبار ديال الكاكاو، معالق كبار ديال الكاكاو مر، جوج معالق كبار. هادو هما العناصر. بحول الله غادي نطرقوا الان لطريقه التحضير. غادي نجيبوا واحد لوبول اللي غادي نخدموا فيه هاد العناصر ديالنا ان شاء الله. غادي نقادو لكم باش تقاد معنا. نجيب واحد لوبول هادي اللي غادي نخدمو فيها ان شاء الله. هاد العناصر غادي ناخدو اولا البيض، نجيبو واحد الانية باش نحطو فيها هاد الداشي. غادي ناخدو البيض، دائما كيف قلنا البيض بدرجة حرارة المطبخ. هاد الميني كيك او كاب كيك سيكون اقتصادي بزاف بعناصر متوفرة عند كل سيدة، مكيكونش مكلف. ثلاثة البيضات غادي نطربوهم مزيان ان شاء الله. سمحوا ليا، غادي ناخدو هاد الباتر باش غادي نسخنو. غادي نديرو هاد القبيصة د الملحة، غادي نديرو فاني، هاد ثلاثة د البيضات درنا معاهم هاد القبيصة د الملحة، فاني وحدة والسكر، السكر. عاد غادي نطربو مزيان هاد العناصر، طربو مزيان هاد العناصر ان شاء الله. وغادي نطربو مزيان وغادي نتلاقاو ان شاء الله. بعد ما طربنا جميع هاد العناصر بما فيها، ماشي العناصر كلها ولكن البعض منها، ها هو الخليط كيفاش تيكون. البيض وكيف قلنا البيض ولا ديك القبصه ديال الملحه والكاس السكر، كنشوف الخليط كيفاش تيكون. غادي نضيفو العناصر الاخرى ان شاء الله. نضيف العناصر الاخرى بما فيها الياغورت، نشوف واحد المعلقه باش ناخذو باش نحيدو هذا الشيء اللي كيبقى في البلا. نخليو حتى شي حاجه طيح لينا، كيف كنقول دائما شعارنا هنايا حتى حاجه ما تطيح. سمحوا لي على هذا الصوت. درنا الياغورت، غادي نزيدو هاد الكاس ديال الزيت، زيت المائدة. دائما كيف تنقولو العبار بكاس د العنبة، وخا تشوفو هاد الكيسان هاكا القياس ديالهم راه نفس هاد الكاس نفسو. عبرت بيه أن كاس د العنبة لقيتو عندو نفس القياس بيه، تيبان صغير مي عرفتي عندهم نفس القياس.
نزيدو الكاس د الحليب، صافي هما العناصر ديالنا، هادو هما العناصر. غادي نطربو مزيان، بعد ما طربنا جميع هاد العناصر اللي بقات لينا الاخرين غادي نوقفو هاد الفويي. صافي وغادي نزيدو ان شاء الله، غادي نبداو نضيفو الطحين. الطحين كيف قلنا عندنا جوج كيسان، غادي نضربوهم نضيفو الكاس الثاني، صافي نخلطو مزيان بلا ما نخدمو البركة هكا. حتى كتخلط جميع هاد العناصر مزيان، الطحين والبيض والعناصر اللي درنا كلها هي، غادي نزيدو الخمارات. ديرنا خمارات 7 غرام 7 غرام، حتى هما نغربلوهم باش يكونوا مفعولين، حتى هما هادو حتى هما غادي نغربلوهم باش يكون المفعول ديالهم اكثر، باش يعطيو المفعول اكثر. ملي كنغربلو هاد الخمارات كتكون العناصر كتسرج مزيان وكيكون المفعول ديالهم اكثر، لان باش كتكون النتيجه مزيان. صافي عاود غادي ان شاء الله غادي نطربوهم، غادي نخدمو الباطا وغادي نتلاقاو ان شاء الله. هو البنات بعد ما طربنا جميع العناصر خلطنا الطحين مع العناصر الاولى اللي شفتو، ها هو الخليط كيفاش ولي عندنا. الخليط باش تعرفوه راه هو هذاك، وما خصو لا طحين ما ناقص طحين، كتهزو هكا بالفويي هكا وكتكتبو 8، راه الاخوات كلشي عارفينها، ولكن هذه كتذكير كتكتب هكا بالفويي 8 الا ما تقطعش، دونك صافي راه الخليط راه هو هذاك، ما خصوش الطحين ما خصوش ما خفيفش ما قاصحش، صافي راه هو هذاك. ملي كدير هكا كتهز العجين هكا تهز بالفويي وكتكتب 8 هكا وما كتقطعش، صافي راه الخليط هو هذاك. من بعد غنديروا هذا المبشور ديال السيترون وحده، ديال حامضه ليمونه حامضه وحده، هو هذا غادي نديروه. صافي ومعايا القاد الخليط، ماشي معلقه، راه معلقه معلقه هي صغيره، انا دائما تنقول معلقه ولكن الفرق ما بين المعلقه والمعلقه، معلقه كبيره د الخل هي. معلقه كبيره د الخل انا صافي ليا الله اكبر، هذا كيعد الله اكبر. صافي نخلطوا جميع العناصر، المبشور ديال الحامضه وحده ومعلقه كبيره ديال الخل ونرجعوا من بعد. المهم هو البنات الخليط بعد ما خلطنا الخليط ديالنا كله هو ديال الكاب كيك، ها هو كيفاش تيجي. غادي ان شاء الله دروك غادي نقسموه لقسمين، نص غادي نخليوه ابيض هكا ونص غادي نزيدو معاه الكاكاو. تبعوا معايا ان شاء الله المراحل، غادي نجيبوا هذا لو بول وغادي نقسمو خليط نصو نصو، غادي نخليوه كيف قلنا بيض، نمسحو هنا صافي.
غادي نخليو هادي ابار، غادي نخدمو على هادي، غادي نديرو جوج معالق الكاكاو، المعلقه الاولى جوج معالق كيف قلنا، جوج معالق كبار الكاكاو، عاد غادي نجيبو الموز اللي غادي نخدمو فيها، غادي نخلطو هدا، درتي تخلط لينا العناصر كلها هي العجينة مطيبة مع الكاكاو. مزيان هاد الكابكيك تيجي خفيف تيجي ساهل، كيف قلت لكم بالنسبه للوليدات انا كنقول طيب بغاو يبداو معاهم ليكول، غادي نديرو هاد هنايا هاديا نجيبو هاد هنا صافي باش تكون الصوره واضحه، نقلب نقرب عند لاكام حيدو هادي كاع الحوايج لي زايدين حيدوهم، خليو غير لي غادي نخدمو بيهم صافي، صافي غادي نجيبو المول لي غادي نخدمو غادي نديرو فيها هاد الكاب كيك، هاهي هاد المول عندنا، هادي هي ديال الكاب كيك، اللي عنده القويعطات ديال المادلين يديرهم، اللي ما عندوش انا ما درتهمش دابا غندير مباشره، دانت هاد المول دانتها بالزبده وغبرتها بالطحين، ها هي غادي ندير فيها مباشره، غندير فيها الخليط، غادي نبداو بالعجينه البيضاء، نحطو باش نتقابلو مع لاكام باش كلشي يكون واضح لينا، باش كلشي يكون واضح غادي نخويو معلقة 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 ديال الخليط بيض، كيف قلت لكم اللي عنده القويطات يديرهم يجيو احسن، عاد غادي ندير حبيبات الشوكولا، غادي نحطو كل وحده نحطوها الوسط كحشوه، نتمنى الصوره تكون واضحه ان شاء الله، نعاود نديرو فوق منها معلقه وحده اخرى، نديرو معلقه وحده اخرى فوق من ديك الشوكولا طريفة الشوكولا اللي حطينا، نزيدو هادي شوية باقية ناقصة على الخرين، حتى هادي ناقصة شوية نزيدوها صافي، غادي نديرو هادي العجينة اللي فيها الكاكاو والمر، هي معلقة معلقة، نقربو شوية عند لاكام، حتى
هي غادي نديرو فيها شوكولا نواغ. الا كانت عندكم شوكولا بيضاء سي ميو ديروا فيها شوكولا، بالنسبه لهذه اللي فيها الكاكاو العجينه ديال الكاكاو سي ميو ديروا شوكولا بيضاء، باش كتجي داك لو بلو مع نوار كيجي عنده واحد لو شارم. والبيضه كنديروا فيها شوكولا نوار. انا متوفرش عندي عندي الكحله، غادي نخدم غير بلو نوار شوكولا نوار، مي اللي عنده بيضه يخدم بها الكحله، والكحله نخدموا بها البيضه باش كيجي واحد لا كولور منسجمه ملي كنحلوها ناكلوها كنلقاو هذيك لا كولور مزيناها من الداخل. صافي هكا حتى كنعمروا هاد القوالب ديال المول ديالنا. صافي هذا هو الشكل ديالهم الاخر اللي غادي ندخلهم للفوق الفران الفرن، غادي نمسحو هادشي كلهم باش ننقيو. هو هذا كيفاش تيكون هكا، هي نتمنى الصوره تكون واضحه. هي غادي نخليوها ابار هنايا، وغادي نجيبو مول وحده اخرى هادي حتى هي دهناها بالزبده وغبرناها بالطحين، هي حتى هي غادي نخدمو بها، مي غادي نميلونجيو هاد المره ان شاء الله. غنديرو البلون هو الاول، جينا بيضه هي الاولى، كل واحد كيدير اللي بغى يديرها كلها بحال هاد الشكل يديرها اللي بغى يدير. المهم كل واحد على حسب المول اللي عنده. كل واحد اللي بغى المول يخدمو، اللي بغى يخدم شي مول كيف ما كان عنده متوفر، ماشي بالضروره تكون بحال هادي ولا الا كانوا حتى ديال السيليكون ولا الفرديين ولا البرانسيب هو لا روسيت الوصفه تكون فيها المكونات اللي ذكرنا المقادير وكلشي. صافي غادي نديرو في الكوبا هاد العجينه لو نوار اللي فيها الكاكاو. ما كنعمروش، كنديرو الثلثين ديال العجينه باش تلقى فين غادي طيب، ملي كطيب كطلع تلقى الاسباس فين غادي تنفخ ماشي تخرج لينا من المول. صافي هدا هو، وهدا الشكل ديالهم هادو كيفاش تشوفو كيفاش تجي. ما تنديرو فيهم لا شوكولا لا والو، تنخليهم هكا. وهادو اللي درنا بالشوكولا محشيين بالشوكولا هما. صافي دروك البنات غادي ندخلهم الفران على درجة حرارة 180 درجة ان شاء الله حتى يطيبو، ما نشعلو عليهم من التحت حتى يطيبو، عاد غادي نشعلو عليهم نشعلو عليهم الفران من الفوق حتى يطيبو من الفوق، نشعلو عليهم حتى يطيبو من التحت لا فرن على درجة حرارة 180 درجة. من بعد غادي نشعلو عليهم من الفوق ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. هذا هو البنات الشكل النهائي ديال الكاب الكيك ديالنا اللي حضرنا، وهذا كيف تيجي هو هذا اللي بالكاكاو شوكولا الكاكاو المر، وهذا اللي العادي اللي درناه بالعجينه البيضاء العاديه هو كيف تيجي هو. زين تزين دائما على حسب الرغبه كل واحد واش متيدير. هاد لونوا درنا لي فيرميسيل كولورون هكا شوكولا فيرميسيل هو، وهاد الاخر درنا لي شوكولا فيرميسيل شوكولا هادي نوار ها هو كيفاش تيجي. نقربو عند لاكام هو، وهادو الاخرين اللي درناهم في المول الاخرى كيفاش تيجيو ها هما. هي درناهم بالناباج هادو تكسفينا بالمنظر ديالهم هكا، زيتهم بوالو اللي درنا لهم العجينه البيضاء وعاود معاها العجينه الكاكاو من الفوق هما هادو كيفاش تيجيو. هادو درتهم غير بالناباج، هادو حتى هما بالناباج والشوكولا فيرميسيل كلهم، وهاد الاخرى
ها هما كيفاش تيجيو الشكل ديالهم كيفاش تيجيو، تيجيو رائعين، تيجيو زوينين بزاف خفاف. ها هما كيفاش تيجيو هادو، حتى هما كيفاش تيجيو، تيجيو زوينين، تيجيو خفاف بزاف مويين. هادو اللي درنا فيهم شوكولا كتنزل لتحت القاع ديالها، تيجي زوينه بزاف. نقطع وحده باش تشوفوا، شوفوا كيفاش تيجيو. ها هما الشوكولا نزلات هبطات لتحت اللي درنا دوك طريفات شوكولا، كيفاش تيجيو. ها هومايا كيجيو مهوين، تيجيو زوينين بزاف. ها هومايا هادو بقات فيهم شوكولا ما هبطاتش، بقات الوسط، كيفاش تيجيو. هما هادو، هادو اللي كيف قلنا الاخرين، هما هادو حتى هما كيفاش تيجيو هكا، تيجيو رطبين بزاف زوينين، تيجيو لذاد بزاف. هادو كيف قلت لكم في الاول بالنسبه للوليدات، ها كيحتاجوهم في الكوتي، ديهم معاهم ليكول، فطور الكوتي ديالنا حنايا مع قهوه مع كويس داتاي. ايوا هو هذا الشكل النهائي البنات. كالعاده الا عجبتكم الوصفه، عجبكم الكابل كيك ديالي، ديروا بارطاج مع العائله ومع الاصدقاء، وتابونوا عندي في لاشين، وفعلوا الجرس، وما تنسونيش من اللايك ومن الكومنت ديالكم، من لي كومونتير ديالكم اللي كنستافد منهم بزاف. كيف ما كانوا مرحبا والف مرحبا. هو هذا الكاب كيك ديالنا، الى هنا ينتهي الفيديو، الى فيديو قادم بحول الله.